العام والتي دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 28 سبتمبر من هذا العام. صنفت المخالفات إلى 19 مخالفة تتراوح قيمة الغرامة فيها من 50 ريال وحتى 3000 ريال، وتتضاعف في حال تكرار المخالفة. ومن أبرز ما جاء في اللائحة من مخالفات التحرش الجنسي ورفع صوت الموسيقى ورمي النفايات وعدم الالتزام بالطابور واللبس الغير اللائق والكتابة على الجدران والسلوكيات والألفاظ الخادشة في الأماكن العامة وإثارة العنصرية. رصدنا ردود الفعل في مواقع التواصل الاجتماعي بعد تطبيق اللائحة. المفروض كل واحد يطبقه ولا يرضى أنه ينزل في منظر غير لائق في مجمع أو في سوق أو في شارع تكون مرتب، ما يعني حسن المنظر للرؤية الخارجية للناس لك، كيف يرونك وكيف ينظرون لك. هذا الذوق العام اللي يكون المقتدى به، في نبغاه في بلادنا وفي جميع البلدان. إذا شفت شيء مظهر أو تصرف غير لائق وما يناسب بروتوكول بلدنا، كيف أقدر أبلغ الجهات المختصة عن التبليغ عن مخالفة الذوق العام؟ لكننا ما مفروض أن يكون في لجان مفعلة بدون أن يتصل أنا بالموضوع هذا، لأني لما بتصل الشخص ما بيقعد في المكان عشان تجي اللجان وتجي الناس ترصده وتمسكه. الذوق العام هو أصلاً مفروض أنه حتى لو ما نحط هو أصلاً فيه من عاداتنا، فهذا اللي كنا نحتاج إحنا من فترة طويلة صراحة. رمي المخلفات، رفع الصوت خاصة بالسيارة من ناحية الموسيقى. إيه شفت الغرامات، شفت نتمنى أنها تطبق فعلياً لأنها بتنفع. الغرامة اللي صارت كبيرة أكيد أن الواحد يلتزم، لكن صارت بسيطة ترى قليل اللي أحد يلتزم الصراحة. وأن هذا المفروض أصلاً من زمان، لأنك أنت الآن عندك فيزا سياحية وبتستقطب سواح وبتستقطب، فلبسك هو أتوقع أنه بيكون العاكس عن ثقافة البلد. ما هو تأثير القرار على السلوكيات للمواطنين والمقيمين في المملكة؟